أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Today we are going to talk about Unit 12, Lesson 2. Unit 12 is about lifelong skills. As usual, we are going to start with new vocabulary. هنبدأ كالعادة new vocabulary في بعض الكلمات حتمر علينا in this unit. هنعرف معنى الكلمات دي بسرعة. يلا بينا نشوف أول كلمة. نمبر 1 كلمة vet. vet ده معناه طبيب بيطري، اسمه vet. نمبر 2 lifelong skills، ده عنوان الوحدة بتاعتنا. lifelong skills لازم نكون عارفينه. lifelong skills معناه مهارات التعلم مدى الحياة. lifelong معناه مدى الحياة. نمبر 3 finance department. finance department اللي هو قسم المالية. قسم المالية. اكسترا فري تايم. اكسترا فري تايم ده معناه وقت فراغ اضافي، زائد وقت فراغ اضافي. مور ريسبونسبل. مور ريسبونسبل ده معناه اكثر مسؤوليه. الانسان عنده مسؤوليه بس اكثر، يقول مور ريسبونسبل. بيرسونال لايفز. بيرسونال لايفز معناه حياتهم الشخصيه، يقول ذير بيرسونال لايفز، يعني حياتهم الشخصيه. هنا بنجمع لايف، جمع منها لايفز. ستيميوليشن. ستيميوليشن ده معناه تحفيز او تنشيط او تنبيه، اسمه ستيميوليشن، زي ما يؤثر، عباره عن ايه؟ حافز، اسمه ستيميوليشن. Here we have progress ده معناه تقدم او رقي، ده ممكن تفيدني في الترجمه، اذا تقول تقدم الامم وهكذا او الشعوب، اسمها progress. Encouragement ده معناه تشجيع. Encouragement. Distance learning ده معناه التعلم عن بعد. التعلم عن بعد يعني الانسان المتعلم بيكون في مكان والتعليم في مكان اخر ويتواصل مع بعض، اسمه distance learning معناه التعلم عن بعد. Studious. Studious ده معناه مجتهد، شخص مجتهد هقول عليه he is studious. Constantly. Constantly ده معناه بصفة مستمرة. Constantly. Education center ده معناه مركز تعليمي، اسمه education center. اخر كلمه technological progress. technological progress معناه التقدم التكنولوجي. اوكي don't get confused. في كلمات هنا هنحاول نعرف الفرق بينها، هتلاقي الحروف تتقارب يعني تكون متقاربه بس اختلاف بسيط. تعال نشوف مع بعض كلمه acquire require inquire. اول كلمه acquire. acquire ده معناه يكتسب، يكتسب خبرة، يكتسب شهرة، يكتسب information، أي شيء. أقول the college acquired a good reputation. the college اللي هي الكلية معناها acquired يعني اكتسبت a good reputation يعني سمعة طيبة. يبقى كلمة acquired هنا معناها تكتسب أو يكتسب. أما require ولا re require ده معناه يتطلب، معناه يتطلب. For example أقول success النجاح requires hard work، يتطلب hard work العمل جاد. يبقى كلمة require معناها يتطلب. كلمة inquire أحيانا تكتب بالـ I وأحيانا تكتب بالـ E، تمام؟ أقول inquire يا إما بالـ I أو E. هو المعنى تقريبا يكاد يكون واحد، معناه إيه؟ يستفسر أو يسأل. For example أقول what are you doing؟ The boy inquired. مثال السؤال ده أقول the boy inquired، وده كلام تبع دايركت وان دايركت وهناخده إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. يبقى what are you doing؟ The boy inquired. يبقى ممكن أقول بالـ I ممكن يقول بالـ E inquired. قال لي في بعض الناس حبوا يدققوا في الكلمة دي وقالوا لا ده في فرق بين لما تبقى بالـ E ولما تبقى بالـ I. ايه الفرق؟ قال لما تبقى بالاي انكوير ده معناه اسك، يعني الانسان بيسال سؤال عادي. ذا بوي انكوير سال. اما لما تبقى بالاي انكوير معناه انفستيجيت، ده معناه يتحرى، يعني عاوز يعرف الحقيقه. ودي لما بتبقى مع مين؟ ذا بوليس مان، رجل بوليس او ذا اوفيسر، عاوز يعرف الحقيقه ويقول انكوير. يبقى انكوير اللي هي بالاي تجي بمعنى يتحرى. ده الفرق بينهم. طيب
ريتاير وريزاين، ايه الفرق بينهم؟ كلمة ريتاير ده معناها يتقاعد. ليه فلان تتقاعد؟ بسبب بلوغ سن المعاش، لانه وصل سن المعاش وخلاص تقاعد او ارتحال الى المعاش. اقول the government employees يعني الموظفين بتوع الحكومة مالهم retire at the age of 60. retire يعني بيتقاعد او يمسى at the age of 60 لما يوصل عمرهم 60 سنة. اما كلمة resign ده معناه يستقيل عن العمل. انسان في وظيفة ما عجبوش الوظيفة دي بيعمل ايه؟ resign. for example he resigned from his job، هو استقال من وظيفته. ليه؟ To look for a better one، عشان يبحث عن a better one يعني وظيفة أخرى. يقول هو لسه ما بلغش سن المعاش، ولكن هو بيعمل إيه؟ resign يعني ترك العمل ده اسمه استقال. ليه؟ To look for a better job أو a better one، عشان يبحث عن وظيفة أفضل. طب كلمة appreciate وكلمة estimate. appreciate وكلمة estimate ده معناه يقدر وده معناه يقدر، بس ايه الفرق بينهم؟ كلمة appreciate ده بالنسبة للأشياء المعنوية، معناه أقدر هذا العمل، يعني هذا العمل أنا أعتبره عمل جيد، بقول له لا I appreciate. The teacher appreciated our work. appreciated يعني أعجب بالعمل بتاعنا، تمام؟ وقال عليه it is very good, it is very nice. He appreciated our work. أما كلمة estimate ده معناه يقدر، معناه يحسب. يحسب ايه؟ يحسب كمية، يحسب عدد. أقول مثلا the tree is estimated to be 70 years old. أنا شفت tree شجرة قديمة جدا، تقول لي دي كم سنة دي؟ أبص لها دي أقول the tree is estimated to be 70 أو 700 years، يعني تقريبا. يبقى أنا بقدر العمر بتاعها، الكمية أو العدد. estimated to be 700 years old. الاستيميت معناه يقدر او يقيم بالنسبه للكميه او العدد. اما appreciate يقدر هذا الشيء معتبره جيدا. اوكي؟ في عندك كلمه busy. busy دي ليها كذا معنى. اول حاجه قال busy ممكن يجي وراها الفعل في ing. يبقى في اللحظه دي معناه مشغول بعمل. busy. اقول she is busy studying. هي مشغولة في ايه؟ studying for her exam. دي بتذاكر. ليه؟ لان عندها exams. يعني she is busy studying. بعد busy بجيب الفعل في ing. busy with كمان زيها برضه. busy with معناها مشغول ب. او she is busy with preparation for the party. بقت مشغولة بايه؟ preparation اعداد او استعداد او تجهيز for the party. يبقى busy جمع with وبعد كده واجد وراها noun. كلمة busy تيجي بمعنى engaged. engaged هنا معناها مشغول. رغم ان engaged ليها معنى تاني طبعا، هي فتاة بتبقى مخطوبة اسمها engaged. لكن هنا بقول busy هسه engaged معناها مشغول. for example I tried to call Ali. انا حبيت اتصل بعلي. I tried حاولت but the line was busy. ولكن الخط كان ماله busy يعني كان مشغول. The line was busy. كلمة busy تيجي بمعنى برضو crowded. crowded يعني المزدحم. crowded. أقول Alexandria is a busy port. Alexandria كلها دي تعتبر a busy port يعني ميناء مزدحم. a busy port. كلمة busy كمان تيجي as a verb كفعل. إيه معناها؟ معناها يشغل. busy as a verb معناها يشغل. أقول لك for example don't busy yourself in people's affair. don't busy yourself يعني ما تشغلش نفسك بإيه؟ people's affair شؤون الناس، ما تتدخلش في شؤون الناس. اوكي؟ number 13 open. open ده تيجي a verb وتيجي adjective. لما تبقى verb ده معناه يفتح. for example our shops always open at 9 a.m. shops المحلات always open يعني عادة بتفتح at دائما open at 9 a.m. يعني الساعة 9 صباح. open as adjective كصفة دي معناها مفتوح. for example the shops are still open.
المحلات ما زالت open يعني مفتوحة. يبقى هنا open تعتبر adjective. في open to. open to حصل available for. available for ايه معناها؟ معناها متاح او متوفر. اقول this course course ده is open to everyone. is open to everyone. ايه معناها؟ معناها this course is available for everyone. متاح او متوفر لكل واحد. طيب في unqualified و disqualified. خلي بالك هنا اتنين نفي unqualified و disqualified. بس ايه الفرق بينهم؟ لما اقول unqualified ده معناه غير مؤهل. الشخص ده غير مؤهل. For example اقول he didn't get the job. هو ما حصلش على الوظيفه دي. ليه؟ because he is unqualified. لان هو مش مؤهل، ما عندهوش مؤهلات تمام اللي هو مطلوبه في الوظيفه دي. الشخص ده بقول عليه ايه؟ unqualified. اما disqualified ده معناه تجرد شخص من اهليته بسبب مخالفه القانون. يعني ايه؟ هو عنده مهاره وتمام التمام وفجاه زي عملنا ايه؟ انسحبت منه المهاره دي، انسحبت منه الاهليه احقيته. ليه؟ بسبب مخالفة القانون. For example he was disqualified from driving. أقول على واحد he was disqualified يعني تجرد من القيادة for 3 years لمدة 3 سنين. يعني وأوقفوه. مثلا يجينا a driver سائق مثلا for example taking drug بيتناول مخدرات زي كده، عملنا كشف وفحص طبي عليه لقينا عنده بتناول مخدرات، يبقى قلنا له ايه؟ he is disqualified يعني جرد من القياده، يعني هيبطل مش هيقود سياره لمده 3 سنين. زي ما بشوف احيانا في ماتش المباريات واحد بياخد انذار، انذار اول انذار ثاني ويديله كارت احمر. ايه معنى كارت احمر؟ يبقى ده معناه هيتوقف عن اللعب لمده مباراتين. يبقى ايه حصل له ده؟ disqualified. يبقى disqualified يعني تجرد من اهليته من احقيته بسبب مخالفة القانون. ده الفرق بين unqualified و disqualified. اوكي؟ بعد كده عندك mature و ripe. خدناها المرة اللي فاتت. كلمة mature الانسان انه ناضج عقليا. شخص نفسه يبقى تاني مع person الاشخاص. اقول I don't think he is a mature. انا ما اعتقدش ان هذا الشخص ده mature enough to get married. يعني ناضج وانه بكامل قواه العقليه ممكن يصبح to get married ممكن يتزوج. اما كلمه رايب ده ناضج دايما مع الخضار والفواكه. For example these tomatoes are quite ripe. طماطم دي معناها quite ripe يعني ناضجه الى حد ما. بتجمع مع الخضار والفواكه. اخر كلمتين creative وskillful. كلمة creative ده إبداعي، عمل إبداعي، أو الشخص اللي هو بيبقى عليه بقول عليه مبدع. إيه هو الشخص المبدع ده؟ هو الشخص اللي بيستخدم حاسة الخيال imagination. ليه؟ من أجل ابتكار أفكار جديدة أو عمل أدبي. ده اسمه creative، إنسان مبدع يعني بيستخدم بقول حاسة الخيال الإبداعي عشان ينتج إيه؟ يا إما أفكار جديدة أو عمل أدبي. عشان كده بنقول creative writing يعني الكتابة الإبداعية includes بتشتمل على stories واحد بيألف قصة أو poems قصائد and plays وكذلك مسرحيات. ده اسمه ايه؟ creative اللي هو العمل الإبداعي اللي بيتضمن الخيال. يبقى عنصر الخيال فيه بيبقى عنصر نمبر 1 أهم حاجة. أما كلمة skillful ده ماهر. إنسان ده ماهر. إيه يعني ماهر؟ يعني بيستخدم قدرة معينة محددة نتيجة تدريب. يقول بيتدرب على حاجة معينة وينجح في هذا العمل ده. لما ينجح فيه بطريقة فائقة بقول هذا الشخص ده ماله skillful. هذا الشخص شخص ماهر. For example محمد صلاح ادينا المثل بتاعنا ماله محمد صلاح is a skillful player. A skillful يعني لاعب ماهر. يقول بيستخدم قدراته بيستخدم مهاراته اللي هي اللياقة البدنية نتيجة ايه؟ التدريب بيتدرب ويتفوق في التدريب وبالتالي اصبح skillful. skillful الشخص الماهر نتيجة قدرة معينة نتيجة تدريب مستمر اسمه skillful. اما creative ده قلنا هو ابداع.
بكده يكون لمينا أهم الكلمات والمرادفات اللي هي في هذه الوحدة. أتمنى إن الدرس يكون بسيط وتفهم تماما. إن شاء الله موعدنا في الدرس القادم الجرامر. Thanks.